ماما تفتكري صح ان انا قابل هشام؟ طب وانتي بتسألي ليه اصلا؟ يعني عشان هو وطارق ما كانوش مجرد زمايل، كانوا صحاب جدا. طب وايه المشكلة؟ مش عارفة، حاسة ما ينفعش. حبيبتي طارق اكيد هيبقى عايزك مبسوطة. هي دي المشكلة يا ديدة، انه بيفكرني بطارق. يا بنتي يا بنتي اتبسطي وبطلي كلكع، اتبسطي. يا سلام على الدنيا، شايفة مبسوطة وحلاوتها في عين العشاق. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على حلاوتها. يا سلام يا سلام يا سلام. مين يصدق أمي وبنتي عندهم مواعيد غرامية وأنا لأ؟ محدش معبرني، شوفوا الزمن. حاجة تضحك فعلا. اللي صحيح يا فروحة، هتقابلي هشام فين؟ مش عارفة يا ماما، هو قال لي هيقولي في التليفون قبل ما ننزل. وانت يا جوجو هتقابلي أدري فين؟ ما قاليش، قال لي إن هو هيعملها لي مفاجأة. فاكرنا بقى عيال صغيرة وهننبسط وبتاع. الله، طب ما تتبسطي يا ستي، هو حرام؟ يا ستي احنا لسه هنعيده تاني، احنا كبرنا على الكلام ده. يا سلام، ايه تاني وتالت وعاشر كمان. عارف يا أدري، أنا سعيدة أوي أوي أوي. أنا اللي سعيد بيكي، وأنا قلت لك المكان هيعجبك جدا. إيه رأيك نقعد الأول ولا نلعب شوية؟ نلعب إيه؟ دارت. إيه دارت ده؟ إيه، عمرك ما لعبتيها ولا إيه؟ لا أنا أول مرة أسمع عنها. لا دي سهلة جدا، تمسكي الساعة وتنشيني هنا بس خلاص. آه عرفت، أنا سمعت فرح بنتي بتقول إن هي هتقابل حد هنا. لا لا، إحنا لازم نمشي حالا. إيه المشكلة؟ وأنت لازم من وراهم ولا إيه؟ لا طبعا، بس أصله يعني ما يصحش أتكسف. وبعدين البتاع ده أنا مش هعرف ألعب، أنا لو حاولت أنشن هجيب عينك، أنا ما بشوفش أصلا. سيبها لله. فرح يلا بينا.